جديدة من برنامج القصة الكاملة. احنا طبعا كلنا مهتمين على السوشيال ميديا لمعرفة اخر اخبار قضية مقتل مينا موسى. طبعا احنا كلنا اتأثرنا على السوشيال ميديا بهذه القضية البشعة، الجريمة اللي هي ضد الإنسانية. النهاردة هيكون معانا مداخلة هامة جدا جدا وحوار خاص مع القس إبراهيم سعد عشان يشرح لنا بعض الأمور ويقول لنا آخر تطورات القضية إيه وكمان مطالبه إيه. وهيكون معايا طبعا الكاتب والإعلامي جرجس بشرة. مساء الخير يا أستاذ جرجس. مساء النور أستاذ جرجس. إحنا عايزين برضو نقدم التعازي لأسرة مينا موسى. طبعا يعني إحنا هيكون معانا دلوقتي جناب القس الموقر إبراهيم سعد، هذا القس وهذا الرجل الذي لعب دور مهم في هذه القضية وتوصيل القضية التي هزت الضمير العالمي للرأي العام كله ووصلها بطريقة وطنية ومحترمة، طريقة وطنية ومحترمة مع إن القضية بشعة. إحنا معانا نرحب بجناب القس إبراهيم سعد، هو معانا دلوقتي صوت وصوره. اهلا بك يا جناب القسيس. اهلا وسهلا استاذ جرجس، مشكورك جدا على المقدمه الجميله واديتني اكبر من حقي. لا لا لا، تستحق كل تقدير واحترام لدورك الوطني الواضح في القضيه اصلا. يعني يا ريت تقول لنا اخر التطورات في قضيه مقتل الشهيد مينا موسى. الناس برضو لغايه دلوقتي في غموض، يعني مش عارفه اخر التطورات في القضيه بالزبط. هل في جلسه تم تحديدها؟ هل بيسمح للمحامين بالذهاب لمقابلة المتهمين؟ أخطر اعترافات المتهمين؟ تفضل. أشكرك. العفو. آخر مطلب في القضية كان راح يوم الأربعاء الأستاذ عماد وصف ناشط المحامي، أحد المحامين في القضية، أحد الموكلين. عرف من شادي بيه مدير النيابة ان القضية والتحقيقات اتقفلت على ابراهيم ومصطفى. انا عارف ان ده امر يمكن يصيب البعض خيبة الامل شوية. يعني على الاقل انا اللي بتكلم اصابني نوع كبير من الاحباط ومن خيبة الامل. كنت متعشم في قضية بشعة مليئة بالخطط الشيطانية في تنفيذها. كنت متعشم ان يظهر اطراف تانية مش هتشكك في حد، لكن يؤسفني ان انا اقول لك القضية اتقفلت على ابراهيم ومصطفى. والقضية بما اني عارف ابعادها وملابساتها وعارف دقائق تفاصيلها لا كبيرة اكبر من ابراهيم ومصطفى، وانا شفت ابراهيم ومصطفى اكتر من مرة. مش اعترافاتهم اعترافات ساذجة، اعترافات واحد لا يؤخذ بيها، يعني ده بالنسبة لي. لكن طالما رجال النيابة موقرين وهم يعتبروا محامين الشعب، طالما أخذوا بأقوالهم وقفلوا القضية ليهم كل الاحترام والتقدير، مش هنشكك في حاجة. لكن أرجع أقول لك هي اتقفلت على إبراهيم مصطفى. ويوم السبت نعمة الرب اللي هو بعد بكرة الأستاذ عماد واصل محامي أحد المحامين الموكلين هيكون يستلم بحسب مواعده شادي بيه مدير النيابة، هيكون بيستلم نسخة من ملف التحقيقات. يعني هشايف ان القضية تم إزدال الستار عن هذه القضية إبراهيم ومصطفى بأن هناك متهمين فقط في هذه القضية اللي هم إبراهيم ومصطفى، ولكن من واقع كلامك ولك كل تقدير واحترام ان جنابك بتقول ان الموضوع أكبر من الاثنين، يعني أكبر من إبراهيم وأكبر من مصطفى المتهمين. يعني ربما جنابك شايف أن القضية وراها محرضون كبار من وجهة نظر، وأن القضية كبيرة فيها مزاعم بتجارة أعضاء بشرية. وطبعا يعني أصابك بصدمة يعني كأحد يعني أهالي الشهيد. طب فين باقي الجثة يا فندم؟ ما فيش حاجة دلوقتي أي توصلتوا لأي حاجة؟ فين باقي جثة مينا؟ بحسب اعترافاتهم قالوا رمينا اغلب الجثمان في الترعه. ورد النيابه علينا الاستاذ الموقر شادي بيه مدير النيابه قال الترعه مش نظيفه كما يجب. ف كان ده صعب على الاجهزه المعنيه وهي بتبحث والغواصين وكده، كان صعب عليهم بسبب
مدير الدرعه او عدم وظيفتها بحسب كلامه ان يحصلوا على اشياء قضيه اسدل الستار عليها بان يكون هذين المتهمين هما الذي اسدل عليهم الستار. كيف تتوقع، هل تتوقع تطبيق احكام ناجزه وكلنا نثق في عداله القضاء لخلق حاله من الردع العام؟ لان اللي حصل مع مينا طبعا ممكن يحصل مع كل حد في اي اسره مصريه. صح. وطبعا انا كل ثقه في الاجهزه الوطنيه المصريه ان الاحكام ستكون رادعه لئلا تتكرر مثل هذه الجرائم. ولكن السؤال هنا، هل دول عملوا الجريمه دي لوحدهم؟ يعني اتنين بس هما اللي خططوا ودبروا عشان 120 الف جنيه؟ الكلام لا يعقل. برضو اعترافات ابراهيم بيقول انا حطيت الاعلان عن الوظيفه اللي هو الاعلان الوهم ده على اي حد يقع تحت ايدي هو اللي هيكون بيدفع الفديه. طب انت عرفت منين ان انت بتستدرجه عنده امكانيه يدفع ولا لا؟ يعني ده سؤال، عرفت منين؟ صح. اي حد يجي تحت ايدك. وبعدين اقول لك حاجه ثانيه، لو انت حطيت لي بغرض الفديه اعتقد هتحافظ عليا وهتاخدني في مكان غير معلوم عشان لما تطلق سراحي بعد ما ادفع الفديه بالظبط. انت واخدني يعني كان معلوم جدا في وضح النهار. لا ده انت مبيت النيه ان انا داخل مستقبل. صح. ولا ايه راي حضرتك؟ صح صح. لا في حته حضرتك قلتها في كذا فيديو. لا ده حضرتك قلت ما هو اخطر من ذلك، ان نية الترصد موجودة لانهم من 6 شهور مترصدين بيه وعايزينه هو بالذات. بتحايلوا عليه عشان الوظيفة يعني دي. يعني عايزينه هو بالذات. بالظبط. وهل موضوع ان هم طلبوا عينة من الدم، فصيلة الدم ضمن الشروط، هل دي وفقا لما يتردد صحيحة؟ يعني طلبوا منه فصيلة الدم من ضمن الحاجات اللي كانوا عايزين معلومات عنه؟ هو الحقيقة دي ده كلام مرسل بنسمعه من بره. كويس انك قلت. ماشي تمام. يعني عامة انا يوم السبت ان شاء الله ابعت لحضرتك على الخاص نسخه من التحقيقات كلها. تمام. يعني حيثيات الحكم، يعني في حيثيات، يعني اصل كلمه هل في حيثيات حكم؟ لسه متهيألي. ولا اللي حصل تحقيقات هتاخدوا صوره من التحقيقات؟ انا هاخد صوره من التحقيقات. انا حاله هتبقى امتى واول جلسه امتى وبنتابعها. هل هم قتلوا مينا قبل ما ياخدوا الفديه؟ يعني هم طلبوا الفديه عن طريق رسائل الواتساب. طلبوا منكم الفديه عن طريق رسائل الواتساب. صح. طيب الجريمه بقى تمت قبل ما يطلبوا بالشيك بتاعهم ولا بعد؟ يعني هم يعني موضوع الفلوس دي بقى تبقى علامه استفهام لان هم قتلوه اصلا اوريدي قبل ما يطلبوا منكم الفلوس. يعني الحته الغريبه الثانيه اللي تدعو للتساؤلات الكثيره. يعني امتى سجلتوا المقاطع الصوتيه بالظبط اللي وتوهمونا بيها ان ورقه بعد الحياه؟ امتى سجلتوها وامتى حاول يهرب؟ وايه علاقه اتصالات الامانه؟ ايوه اتصالات الامانه اللي نزلت طبعا بالظبط كلها كلام مش منطقي. استغرب ان النيابه المبكره قفلت التحقيقات على هذا الكلام ليه يعني؟ طب يعني خلي بالك برضو احنا ممكن نستغل، احنا عندنا اجهزه امنيه وطنيه محترمه، عندنا جهات تحقيق محترمه، عندنا نائب عام محترم، يعني ممكن نستغل هذه الحلقه وانطلاقا من يعني الراي العام كله يعني مشغول بمسلميه واقباطه ويعني الناس، قضيه هذه الراي العام، هل حضرتك ممكن تطالب باعاده التحقيقات في هذه القضيه؟ بالزبط. يعني نستغل هذا الوجود مع جنابك وتطالب بإعادة التحقيق في هذه القضية وتوسيع دائرة الاشتباه في الموضوع. بالظبط كده. دي الخطوات اللي هي مبيتة في نيتنا في الأيام الجاية. كويس. ولكن قبل ما نعمل ده يعني نناشد كل مسؤول في موقعه. أيوة. بمحبة إنسانية. حط نفسك مكاننا. يعني بعد الضرر على ابنك وألف بعد الشر عن كل حبايبك، حط نفسك مكاننا في هذه الفاجعة. صح صح. طبعا صعبة. طبعا. يعني جريمة قتل بدافع السرقة، كان الدافع الأول والأخير كان دافع السرقة. هو بيقول القس إبراهيم سعد إن الدافع كان السرقة. طب أنتوا قتلتوه أوريدي قبل ما تاخدوا فلوس الفدية، أنتوا فاهمين حاجة يا جماعة؟ يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات إيه اللي أنتوا يعني شايفينه من القضية دي. يعني في خطة من هيئة الدفاع عن
مينا المرحوم مينا الشهيد مينا ان كنتوا ربما تطالبوا باعاده التحقيقات في القضيه وتوسيع دائره الاشتباه، لان القضيه زي ما جنابك قلت اسدلت على اتنين متهمين ومش هم بالعقليه برضو، ربما يكون هناك محرضون، يعني انتوا عايزين توصلوا للمحرضون. واحده لفتت نظر حضرتك لحاجه يمكن ما قلتهاش خالص في ولا تسجيل قبل كده. اتفضل. احد ضباط المباحث اللي هم نيابات الزاويه الحمراء باسلوب تعازي وانسانيه رقيقه منه من تاني يوم على طول الجناه قبض عليهم، فبيقول لي دول عبط قوي، ده انت ما تعرفش تاخد كلمتين على بعض من ابراهيم. فانا لما كلامه مع يعني طبعا الراجل مشكورا ده يعني كان بيواسيني بمشاعر انسانيه. لكن ازاي من الاول وانت عارف ان دول عبيط زي ما انت قلت وقال بنفس اللفظ كده عبيط. طب العبيط مغلب ومغلب المباحث مش عارفين ناخد منه اي كلام اي كلمه اي مدلول عن اي جزء من الجثمان، يعني لما هو عبيط ومغلب الاجهزه المحترمه اما لو هو ذكي وعنده صح صح صح. ده سؤال منطقي، سؤال منطقي برضو. طيب يا جناب القسيس، في برضو نقطة مهمة جدا جدا، القطع بقى بتاعت الجثة قطعوها بطريقة محترفين، مش معقولة دول يكونوا ناس عادية بتقطع، لا ده بيشرحوا وعارفين بيشرحوا ايه كويس جدا. بالظبط كده، يعني عايز اقول لحضرتك يعني انا اللي استلمت القدمين او الساقين لغاية والذراع الايسر، وانا اللي كنت بشوفهم كذا مرة، يعني خدت اسبوعين ساعة ما اتحطوا في مشرحة زينهم لغاية ما استلمتهم حطيتهم. انا غالبا شبه يوميا بروح نوع من انواع الحب لمينا، فبروح كده من بروح اشوف يمكن جابوا حاجة تانية، اشوف عايز اشوف راسه عايز اشوف وشه. فانا شفتهم لغاية ما انا اللي حطيتهم وقفلت عليه الصندوق. لا يعني هم فيهم جروح او كسور او تهشم او فيهم معافره او مهابره، مفيش خالص يعني. ما اللي بيقطع بيقطع يعني هم يعني فيما معناه ان ربما يكون عشوائي. يعني هم دلوقتي ربما يكون دول مدربين، فيهم ناس مدربه، وربما يكون هناك فريقا طبيا داخل الشقه واحنا ما نعرفش قام بعمليه تخدير وتقطيع، ربما احنا لا نجزم. يعني العمليه اللي تم اللي جنابك بتتكلم عليها معناها ان تم اجتزاء وقطع الاجزاء بطريقه احترافيه تحافظ على سلامة الأعضاء. صحيح، أتفق مع حضرتك في هذا التحليل المنطقي جدا يعني. يعني برضو احنا برضو بنطرح هذه التساؤلات في جهات التحقيق المحترمة. احنا خلي بالك يا جناب القسيس، احنا الأجهزة الوطنية عندنا الأمنية أو القضاء لا يتستر على أي أحد، وليس من مصلحته أنه يتستر على جريمة بهذه السوء. طب يا جناب القسيس، في برضو معلش هقطع حضرتك، في برضو ناس على السوشيال ميديا بيقولوا ليه صور المتهمين ما نزلتش في الاعلام، يعني حتى لو بيغمق وشهم ليه ما فيش اي ملامح ليهم ظهرت من اي نوع، تفسر ده ازاي؟ مش اي ملامح، اعتقد يمكن ده يطلع بعد الاحاله يسمحوا لنا نعمل ده، يعني يمكن بعد ما تحال القضيه لجلسه القضاء ربما ده يكون، يعني ده مش غموض شويه؟ مش بصدد نعم؟ مش غموض، مش فيها غموض، يعني مثلا اي جريمه بتحصل في الراي عام، اي جريمه راي عام بتنزل صورهم على طول. لا دول ما فيش صورهم، ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا اول مره اقابلهم في نيابه الزاويه الحمراء. ايوه. اللي هو كان يوم الاربع، هم اتقابض عليهم يوم الثلاث. غالبا كان يوم الاربع اللي هو 1 اكتوبر. اكتوبر. انا بعفويه تامه وفي نفس الوقت بحزن شديد من قلبي مسكت تليفوني وحبيت اصوره. التليفون اتخطف مني من ظابط وعايز يعني مش عايز اقول حاجه، يعني عايز باي طريقه يدوم، يعني انا بس عايز يعني اصوم كده مع نفسي اشوف الناس دي قبل كده، لو اطلع لاخواتي اقول لهم هم دول اهل لينا عداء معاهم قبل كده. بالنسبه للمصطفى وابراهيم، هل يعني المحامين بيتناقضوا في التحقيقات؟ يعني مره يقولوا كذا ويتراجعوا ويقولوا كذا وكذا،
او بيملى عليهم من المحامين بتوعهم. طبعا ربما حق المحامين بتوعهم يقولوا لهم كذا وكذا، يعني برضو المحامين بتوعهم بيدافعوا عنهم، يعني عايزين يطلعوا براءة، بيقولوا حاجة ويتراجعوا. هل بيتناقضوا في التحقيقات؟ يعني يوم السبت انا وعدت حضرتك هبعت لحضرتك نسخة التحقيقات. هو تقريبا شوية في القرايب ان انا يعني اخر سمع سمعته ان عدد الاوراق كتير، يعني يتعدى 200 ورقة في التحقيقات في الطبع. 200 ورقة حجم كبير، يعني قضية كبيرة طبعا، قضية كبيرة. رسالتك بقى للنائب العام المصري المحترم، يعني الرسالة بصفتك يعني هو ابن أخوك وبصفتك أيضا رجل دين محترم وطني، توجه رسالة للنائب العام المحترم في هذه القضية اللي شغلت الرأي العام بمسلمي وأقباطه. ده المسلمين قبل الأقباط، عايزين حق مين؟ عايزين حق مين بالظبط؟ ايه الرسالة اللي توجهها؟ يعني اولا بقدم له رسالة شكر على مجهوده هو وكل معاونيه في الرجال الافاضل، رجال النيابة الافاضل، اذا كان رئيس النيابة السيد شادي بيه مدير النيابة ولا وكيل النائب السيد كريم ابو القمطان، مشكورين جدا على كل مرة كانوا بيستقبلونا فيها حسن الاستقبال بانسانية تامة بحفاوة، مشكورهم جدا. لكن رسالتي ليهم عبارة عن صلاة من ربي يوفقهم، ومشكورهم بتقديرهم الحساس اللي كان ظاهر في تعاملهم معنا بطريقة ودية جميلة، ومشكورهم جدا على ان ادوا القضية برضو وقتها الكافي في التحقيقات. ولكن وجود النيابة ما فيه، العيال مش هتقول اكتر من كده، ابراهيم ومصطفى ما عندهمش اكتر من كده، مش قادرين يطلعوا منهم اكتر. مخاوفك من ايه؟ يعني هل يعني في فيديو لك، لكي نكون صراحة، يعني في فيديو لك، ما خلي بالك الدفاع بتاع المتهم ما هيستغل كل ثغرة الثغرات وكل الطرق عشان يطلعوه كي يبرئ الموكل بتاعه. هل تتوقع انه مثلا يتم اتهامهم بانهم مرضى نفسيين وكذا كذا؟ ايه اللي انت خايف منه؟ مخاوفك في القضية ايه؟ المخاوف زي كده ممكن يطلع قضيا، او يعني مش عايز اقول كلام يمسك عليا، ربنا يستر بس ما يهربوش. يا هو في مخاوف من كده؟ معقوله يعني ما حصلتش؟ لا هي دي يعني ما هو خلي بالك يا جناب القسيس، حقك تخاف، لا الجريمه كبيره، بس خلي بالك دي قضيه راي عام كبيره برضه، والناس كلها متابعه، يعني لحد الان الاعلام لحد الان مهتم بهذه القضيه. يعني الحته دي يا ريت ما تشغلكش ولا تشغل الاسر. لا احنا في حوزه المتهمين او المتهمين، في حوزه اجهزه وطنيه بالظبط محترمه، جنابك اشدت بيهم، كل المصريين بيشيدوا بدور الاجهزه الوطنيه المصريه وسلطات التحقيق، ولكن خوفك برضو يوضع يحصل حاجه زي كده، احترام وتقدير، احتمالات. طب يا جناب القسيس، اللغز كله في شقه الزاويه الحمراء، من صاحب هذه الشقه؟ وهل في كان راجل مسن فعلا كانوا بيه مردوه هناك زي ما قال تزعموا قبل كده، ولا كلام؟ ده مش كلام، هو ده يعني ده حتى الان ما هو ثابت في التحقيقات وفي اعترافات ابراهيم ومصطفى. كان في راجل مسن؟ ده انا عرفته ان هم استدعوا اصحاب العماره. ايوه، لان العماره كلها مملوكه لعيله واحده. يعني هي شقه فاصله عن باقي، يعني مش كذا ساكن في من عائلات مختلفه في نفس العماره، ده بيت عيله. والراجل نزل ولما اصيب بهذا المرض فحطوه هي الاخيره فوق السطوح. شقته كانت فوق السطوح بحسب اعتقادي. الشقه الاخيره اللي هي الدور الاخير اللي هي الثالث علوي او الرابع الارضي. طيب اللي تمت فيها الجريمه؟ ياه. طيب ثانيه بس استغرب يعني. اتفضل. حتى في التحقيقات انا عرفت من المتابعات في التسريبات في الايام الثانيه. ايوه. ان نزلوا بشوال واحد. ان احنا حطينا ابراهيم قال كده ومعايا يعني كده. ابراهيم قال ان حطينا الراس مع الذراعين في شوال. وحطينا القدمين مفصولين من اسفل البطن، وده اللي ما لقيناهش. في شوال. باقي الجثمان اللي هو كله ده. ده قدام
كاميرات قدام التفريغ في كاميرات المراقبه نزلوا الساعه 1 بالليل وكل واحد طاقم لغي في التانيين. ولو كان اللي هو اقطع من اسفل البطن يعني بالفخذين القدمين بالفخذين اتفصلوا في الترعه مثلا اتفصلوا ازاي يعني وفين الذراع اللي مع يعني لو هو حاطط الذراعين والراس في شوان ما كنا لقينا الراس الذراع الثاني معاهم صح كان رد النيابه فض الشوان فضاه يعني فرغه ورجع بيه تاني خب رجع بيه تاني كاميرات المراقبه ما جبتوش تاني جابها مره واحده بس حسب ما سمعت على رغم الكلام ولا راجعنا حاجات زي كده واللي بيتقال لنا بنصدقه واللي بنشك فيه بنركنه ده كان هي روايه رهيبه. خلي بالك جناب القسيس كاميرات المراقبه جابت شوال واحد فقط يا جماعه كاميرات المراقبه جناب القسيس ابراهيم سعد قال كاميرات المراقبه جابت شوال واحد بس وهم كانوا ثلاثه في التحقيقات قالوا ثلاثه طيب التانيين بقى جم ازاي هل يا ترى خدوا شوال وراحوا جم لا يعقل طبعا طب جناب القسيس مركز على كلمه ما حدش خد باله منها قال الراس مع القدمين لا ثانيه بس هم كانوا كمان هو ثانيه بس هو جناب القسيس قال كلمه هي ممكن الناس تفهمها بيقول ان كلام المتهمين عباره عن روايه ايوه يعني هل معنى كلمه روايه جناب القسيس ان الحاجات دي ممكن تقول تكون كلام على غير الحقيقه المتهمين الفا بيألف هذه الاتهامات للتمويه على النيابه العامه وسلطات التحقيق ايه مفيش ممكن اقدم على جريمه بشعه بال موضوع كبير انا يقول الصح ان يعترف كده على طول يعني اصل الكلام اتقال من اول يوم هو اللي اتقال اخر يوم قبل اخر المحاضرات مفيش جديد يعني معقوله كده مصور انك نطقت كده رحت قايلهم يعني خلاص كده اعترف بالجريمه على طول يعني لكن طبعا مشكوره النيابه ورجال النيابه بذلوا قصارى جهدهم علشان يوصلوا لاي حاجه تاني ده اخر ما عنده ابراهيم وعنده مصطفى ده اخر وهيحلوها يوم السبت يعني يوم السبت ستحال لجلسه ما قالناش هتحال لكن هي قالها هي اتقفلت بس يعني قال مدير النيابه قال الاستاذ عماد واقف تعالى خد نسخه من التحقيقات كويس جدا النيابه ليها برضه يعني وقتها وجورها بس هيبقى في القريب العادي يعني لما اهالي القريه المسلمين بعد الصلاه على الجثمان او على الاشلاء بمعنى ادق صح يقولوا لكم تيجوا انتوا مثلا يعني تعملوا كنوع بسيط من العزاء يقول لكم مش هنقبل العزاء الا لما حقه يجي بالقانون بالظبط اذا اخواتنا المسلمين بيطالبوا الدوله الوطنيه المصريه بالزبط. انها بسرعه تعمل محاكمات عاجله وناجزه للمتهمين صح هل فعلا وفق ما يعني حسبنا تردد حصل كده؟ حاجه استاذ جرجس لو قلت لك ان اللي هم عايزين ياخدوا الثأر بنفسهم يا مسلمين معقوله الكلام ده؟ واللي رفضوا بشده يا ياخدوا العزاء واللي رفضوا بشده طب يعني انا ناس بعينها في بلدنا في قريه الروضه البلد من الروضه قريه الروضه البلد في ناس كبار البلد اخواتنا المسلمين قالوا عزمينا احنا اللي هنعمله في بيوتنا وفي قاعاتنا وفي المناظر بتاعتنا يوم الحق. عليكم انتوا بس تعملوه في منطقه العيله بتاعتكم ولا في منطقتكم كعائله لا احنا اللي هنعمله. وناس مش بتجامل ولا بتهون عارفينها وعارفين مبادئها من سنين طويله وما عارفينوش. فلو هتيجي ده دي بقول يلعب نفسه بعيد عن قضيه مريض. صح. طب يعني خلي بالك انت يعني حضرتك قلت ايه اللي خلى دفع يعني بعض اخواتنا المسلمين في قريه الروضه بيقولوا ما جاش حق مينا احنا هنسقر. طبعا احنا ضد السقر بس هم من محبتهم يعني ربما يكون اندفعوا في الكلام. يعني هل هم عايزين محاكمات ناجزه وعاجله ولا عشان يتقبلوا العزاء؟ دي ضحك الدماء عند الكثيرين سواء من العيله او من خارج العيله او من اخواننا المسلمين انجاز العداله. صح انجاز العداله صح يا ميديا. طب يا جناب القسيس في سؤال مهم من احد التعليقات دلوقتي جات لي.
بيقول المتهمين دول واضح انهم كبش فدى لاشخاص اخرى. ايه رايك في الموضوع ده؟ هل في مجموعه تانية ورا الاثنين دول؟ محرضين محرضين؟ ما هو ده هو زعلان من كده. كان نظامنا ايوه اللي كنا بنرجوه. وانا اول ما سمعت ان القضيه او التحقيقات اتقفلت يعني الخبر انا بدات بيها في حوار مع حضرتك يعني اصبت بنوع من خيبه الامل يعني. طبعا ما طبعا احنا اتفاجئنا النهارده بالخبر ده. احنا اتفاجئنا بالخبر ده يعني. وفي ناس في التعليقات بتقول فين المحرضين وربما يكون الاثنين دول كبش فدا. طيب زميله اللي وداه الشغل يا جناب القسيس يعني اللي قال له على الشغل ميلاد يعني برضو علشان نحسم الموضوع ده اصابع الاتهام اشارت الى ان ميلاد ربما يكون يعني الناس اللي قالت مش انا يعني عايزين نرد على الحته دي الرد عليها. هل هو ممكن يكون ضمن العصابه وفقا للكلام اللي اتقال؟ هل هو سلمه تسليم اهالي ولا ايه بالظبط؟ لا ما سلموش. هو يعني بحسب المنطق بتاع سير الاحداث ميلاد كان هيكون هو بس لا من يفديه. ميلاد كان هيكون هو الضحيه. كان الاستدراك في الاول ميلاد بعد شويه هم طلبوا من ميلاد مش هيجي وطلبوا من ميلاد اسمع بقى الجديده دي بقى لاول مره تطلع مديرة بيت المسنين وطلبوا منه ممرضين طلبوا من ميلاد ممرضين اخرين وضيع اعترافات ميلاد في التحقيقات اللي هتيجي لحضرتك تكون السبت ان شاء الله. يعني اعترافات ميلاد طلبوا من ميلاد مديرة منزل وطلبوا من ميلاد ممرضين اخرين طالما ان ميلاد مش هيجي. فميلاد الراجل يعني شايف ان هو هيبقى واسطة بنية طيبة لكن برضه الرأي البحث والتحريات والجمهور طبعا يحترم. اللي احنا بنقول ده مجرد تخمينات مش بنبرر ميلاد صح. ربما يكون ميلاد متوقع حتى الان او قناعاته الشخصيه ميلاد كان هيكون هو كيف شفته. طب يعني حضرتك تعرف ميلاد معرفه شخصيه؟ اكيد طبعا يعني مواجهه ميلاد ابراهيم ما يعرفوش يعني بمواجهتهم مع بعض ما يعرفوش ميلاد كشخص وهو ما يعرفهم ما يعرفهمش خالص. كله تواصل على النت عبر وسائل التواصل يعني. جانبك النهارده كشفت حاجه مهمه برضو ان النيابه العامه او جهات التحقيق استدعت ميلاد وحققت معه وواجهته بالمتهمين وطلع ما يعرفش المتهمين وقال موضوع مهم جديدة. برضو قال ان مديره بيت للمسلمين طلبوا من ميلاد ممرضين اخرين يعني عايزين من ميلاد يجيب لهم ده انا فهمت كده صح ممرضين تانيين لدار مسنين. ما هو قال كده فعلا. يبقى ازاي واحد عشان يفك قضيه 120,000 جنيه علامه استفهام كبيره. صح كلام مش مقنع برضه هما بيقولوا ده. صح الموضوع كبير. لما تطلب اخرين انت فقط اثبتك 20,000 جنيه. طب حته ثانيه يا استاذ جابر اتفضل طب انت لو اسمتك 20,000 جنيه وتطلبها هي بس يعني خلاص يعني انت راجل مقروعه وكده انت مش خايف ان اهل الضحيه يفضلوا معاك يخلوها 90 مثلا بالظبط 80 هتقتل واحد عشان 120,000 جنيه ده سعر سعره مش هتبيع غير بيه بالظبط يعني بتضاع عندك ده بس يعني لو انت مزنوق ب 120,000 جنيه هتطلب 150 مثلا 200 بحيث ان لما نفاصل معاك صح ما يعني ناس وكمان مش مبلغ عشان يقتل بني ادم مش مبلغ برضو يعني يقتل عشان مليون جنيه مثلا لكن 120,000 جنيه وكمان هيتقسموا على اثنين صح. اعترافاتهم اللي انا بسميها روايه او حبكه روائيه مفروضه علينا ان احنا نصدقها مليانه تسبب. احنا مش هنسالك يا استاذ ابراهيم ولا استاذ مصطفى من واقع تخميناتنا. خلي تخميناتنا اركنا على جنب احنا ناس بنهول في التخمينات او في افكارنا. احنا هنسالك من واقع اعترافاتك يعني من واقع اعترافاتك انت عندنا 100 سؤال يتوجهوا لك يدنوك اكتر من كلامك يعني زي ما قال في الكتاب المقدس من تمك ودينك. القضيه دي قضيه هزت الضمير العالمي يعني اتكلمت عن مخاوفك قلت ان هي اتفضل انا
منها البعض ده كل يعني امتى سجلت له مقاطع الفوز طالما اول ما دخل بحسب اعترافاتك حاول يثور ويعلي صوته فانت خفت يتفضح امرك فضربته بالحديده على النخاع الشوكي ده كلامك اللي مكتوب في التحقيقات امتى سجلت وحاجات كتيره يعني ما جوه الكلام يعني لو معايا الورق دلوقتي من جوه الورق هنكتب اسئله كتيره يعني انا مش فاكرها كلها لكن انا يعني اشرت البعض منها في اثناء الحلقه وانا معاك دلوقتي يعني تساؤلات كتيره جدا يعني. طب مين اللي موت مين الاول ابراهيم ولا مصطفى؟ ابراهيم ومصطفى كان بره بعد كده مصطفى جه شارك في تقطيع الجثمان باعترافه يعني ابراهيم اللي قتل الاول اتكلم في ابراهيم اللي ده ومصطفى كان بره بيجيب ايصالات امانه حد قوله ف راح اتصل بيه ابراهيم قال له تعالى دلوقتي كلام ابراهيم بقى حته عشان جرجس خدها في الاعتبار ايوه بيقول له بعد 10 دقايق انشقى ب 10 دقايق طب هل ال 10 دقايق لحق فيها لحق ال 10 دقايق دي اسعفت ابراهيم يسجل ويقتل ويهابر قبل ما يقتل يعني ال 10 دقايق دي كان فيها قوي كده هيعمل فيها ده كله؟ تساؤلات سؤال منطقي بس خلي بالك ممكن الاجابه على السؤال المنطقي بتاعك انه ربما يتم تخديره تم تخدير مينا هو ده كان واضح جدا استاذ جاكس من صوته في الفويس اللي بعته صح يعني انا حضرتك سمعته على طول ايوه سمعناه نشر كتير اللي هو ما فاد وانا هقولهم لك هم اربع 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 قرارات كده هقولهم لك يا جماعه انا ادفعوا الفلوس عشان اروح ما تبلغوش البوليس عشان دي تعليماتهم بالظبط ده اللي قالوا مينا بالحرف ولا حضرتك انت علاقه بالظبط يعني سمعتهم كده عن ظهر باب يا جماعه انا بخير ادفع الفلوس عشان اروح دي تعليماتهم اربع محطات كده في الله واعتقد ده في اثناء التسجيل ما كانش ضرب لان لو ضربوا عن مكان صوتي وغاب عن وعيه ومش هيتكلم اصلا يعني هما لو ضربوه بالحديده مش هيعرف يتكلم كده طيب.